مساءكم سعيد أيها السيدات والسادة الأفاضل أينما كنتم، أهلا بكم إلى برنامجكم الأسبوعي لكم الكلمة. برنامج لكم الكلمة يستضيف اليوم مجموعة من الضيوف الكرام اللي راهم حاضرين معنا، بحيث أننا اليوم غادي ندير تحية اللي هي كبيرة لكل متتبعين أينما كانوا لهذا البرنامج. لو أنت نخ أيتما سويت ماي مطفار نخ ذك من يكثلام أزول في اللكون، مرحبا يسونا قل نخ إيو قرو النون يخنيوني أوال نغد لكم الكلمة. نستضفو اليوم في هذه الحلقة، حلقة اللي هي مهمة وغادي نشوفوا فيها واحد الموضوع اللي هو كبير وكبير جدا. على يميني الفاضلة والأستاذة أمال ملاخ، رئيسة منظمة الشبيبة التجمعية بجهة مراكش أسفي ومديرة مكتب للوساطة والصناعة الثقافية، أهلا بك. شكرا على الاستضافة. كذلك السي حسن أزييم وممثل جهة سوس مبادرة، عضو لجنة المصادقة ورئيس مركز مبادرة أمياواس أو التعاون، مرحبا بك. شكرا سي نبيل على الاستضافة، وشكرا للفيدرالي الوطني للشبيبة التجمعية على هذا الإبداع المميز. برنامج لكم الكلمة برنامج تواصلي شبابي 100%. أهلا وسهلا بك ومرحبا بك. دارك نعم سيدي. سي محمد شوكي المنسق الجهوي للحزب بجهة فاس مكناس، أهلا بك. شكرا سي نبيل على الاستضافة. حفظك الله. معي كذلك الفاضل الأستاذ جواد بحاجي، هو مدير عام بوزارة الفلاحة وفاعل جمعوي وكذلك سياسي بمدينة مكناس، أهلا وسهلا بكم. شكرا على الاستضافة. شكرا لكم جميعا، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم لكم الكلمة. إذن اليوم التشغيل الذي هو موضوع حلقة اليوم ببرنامج لكم الكلمة، خلفت أزمة التشغيل خاصة بطالة ديال الخريجين الجامعيين وضعا اجتماعيا متوترا بالمغرب، أثر بشكل مباشر على كل المنعطفات والاستحقاقات السياسية التي عاشها المغرب منذ بداية التسعينيات، بل إن هذا الوضع أثر على كل السياسات العمومية الأخرى اقتصادية ومالية وكذلك اجتماعية. وقد أبانت طريقة التعامل مع هذا الملف عن حقيقتين اثنتين، الأولى تتمثل في عدم قدرة القطاع العام على تحمل المسؤولية وتشغيل أفراد النشيطة لوحده، الثانية هو البديل الذي عول عليه القطاع العام في تحمل جزء من المسؤولية أي القطاع الخاص، أصبح بدوره يعاني من صمت في عدة إكراهات وتحديات تحد من قدرته على النمو. أما الثالثة فهي جائحة كورونا التي أثرت على أغلب القطاعات الحيوية وجعلت الكثير من مناصب الشغل في خبر كان. في ظل هذا السياق تقدم حزب التجمع الوطني للأحرار ببرنامج انتخابي يتضمن في طياته 5 أجزاء، فيه التزام ديال التشغيل وهو واحد شق اللي هو مهم ومهم جدا به نواصل الحياة، وهي إجراءات تهدف إلى تشغيل 1 مليون منصب شغل. هذا الرقم رقم اللي هو كبير وكبير بزاف، خلع مجموعة ديال الناس من بعد ما سمعوه مباشرة، أحزاب الأخرى قد تحلى ثم قدتش أنها تعود تسدو، وهذا إشكال، واللي إشكال هو عويص بالنسبة لهذه الأحزاب السياسية خلق لهم حزب التجمع الوطني للأحرار. إذن السؤال الأول اللي ممكن أننا ندويو فيه ونبسطوه ونناقشوه أكثر هو كيفاش كنشوفوا قطاع ديال التشغيل، كيفاش كنشوفوا قطاع التشغيل؟ غادي نسمعوا الآن الجمهور اللي حاضر معايا في كلمة ونعود إليكم، خليكم معايا. السلام عليكم سيادنا، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معنا اليوم برنامج لكم الكلمة. غادي نشوفوا شي واحد منكم من الشباب باش يمكن له أنه يتفضل. تفضل أستاذي الجليل، غادي تدوي لنا على كيفاش كتشوف قطاع ديال التشغيل اليوم، كيفاش كيبان لك الواقع ديال التشغيل. شكرا. السلام عليكم، معكم رضا القلق من مدينة سلا. مرحبا. قطاع التشغيل شهد مؤخرا في هذه جائحة كورونا شهد عدة مشاكل، وزادت من معاناة الشباب في إيجاد شغل. مثلا أي شاب كيمشي باش يبحث على شغل كيمشي كيدفع السيرة الذاتية ديالو مثلا شركة أو لا شي قطاع عام أو لا خاص، كيبغي يدفع السي في ديالو ما كيلقاش شكون ياخذ معندو ديك السيرة الذاتية. نعم، يعني كياخذ معندو ديك الحارس اللي كيكون واقف قدام باب، وديك الحارس اللي كيكون قدام باب كتكون عنده معلومات أنه ما يوصلش
ديك السيفيل الإدارة. نعم. كيلقى مشكل. ثانيا كاين ديك برنامج انطلاقة. برنامج انطلاقة لقوا فيه الشباب بزاف ديال المشاكل. مثلا. مثلا ملي كيمشي مثلا باش كيبغي ياخذ معلومات من ديك البنكة اللي تقول لي كتكون مكلفة بهذا البرنامج، كتقول ليه حط التليفون تنعيطوا لك. داكوغ. كيمشي كيبقى يساين حتى واحد ما كيعيط ليه. ثالثا مبادرة وطنية للتنمية البشرية. مالها؟ فيها واحد الإشكال كبير. إلا ما كانش باك صاحبي الملف ديالك ما كانش لا يقيس فيه. شكرا. شكرا لك. شوفوا زميل ديالك باش هو يقول لنا الكلمة ديالو في الواقع ديال التشغيل في نظرك اليوم. تفضل. السلام عليكم. معكم محمد إدوش، سن 28 سنة، كنسكن حاليا بمدينة سلا. كنشكر شبيبة التجمعية على الاستضافة ديالها اللي خلتنا نعبروا على الأفكار ديالنا حاليا كبيطاليين، باش نعبروا على الأفكار ديالنا والمعاناة اللي كنعانيوها في إيجاد عمل أو شغل أو فرصة شغل. وحضرتنا مع هاد المناضلين باش يجاوبونا على هاد الأسئلة. مرحبا. شكرا. كما كنعرفوا قطاع التشغيل كنهضروا بالأساس على الشغل اللي هو حق دستوري، واللي كنشوفوا بأن في هاد العشر سنوات الأخيرة شفناها بحال كلادق هبط. ومع هاد الجائحة ديال الكورونا وصلنا ل 12.5% ديال المعدل البطالة، وهذا أمر شوية مؤسف. وكيف ما كنعرفوا بحال دابا وزير الشغل اللي هو إنسان شاب، إنسان شاب، وكنهضروا مثلا على برنامج انطلاقة كما قال الأخ. برنامج انطلاقة ممكن تشرحوا لي مثلا غير عبر دورات تكوينية عبر 10 الفيديوهات أو 20 كاع مثلا، بلا ما نحتاجوا كاع نمشي لا عند حتى شي وكالة لا عند حتى شي مكتب دراسات، ونوجد الدوسي ديالي ونمشي ندفعوا بكل أريحية، ما نحتاجش كاع هذا الصداع هذا. كان يعني كنشوف واحد البيروقراطية في التعامل مع الشباب باش نوجدوا لهم واحد المشاريع ونخرجوهم من المشاكل البطالة. سيبو. شكرا لك. غادي نمروا للإخوان كذلك باش نسمعهم في كلمة إلا كان ممكن. أخ الفاضل تفضل. السلام عليكم. معكم البيداني سعيد، مهندس معلوميات. بغيت نبدي الرأي ديالي في قطاع التشغيل في المغرب ديالنا الحبيب. بغيت نقول باللي الشباب ديالنا كيعاني ما الشركات أو المقاولات ما كيعطيوش فرص للشباب باش يبدعوا ويعطيوا كل ما عندهم. الاكزامبل هو انا اللي عانيت في المنطلق ديالي باش نبني الكاريير ديالي، ما تعطاتنيش فرصه. مي الحمد لله الان انا موظف حاليا وما عنديش حتى قطاع عام، قطاع خاص. بغيت نوصل الراي ديالي، نقول ثقوا في الشباب عندهم ما يدير. اون بريف. داكور. سي تبارك الله عليك. تفضل الاخت الفاضله كذلك، عطينا انت الراي ديالك في الواقع ديال التشغيل، شنو كيبان لك؟ اسم الكريم. اسم كريم امينه حميد الله. مرحبا. اجازه في الحقوق. اهلا وسهلا. اولا شكرا لكم على هذه الاستضافه. مرحبا. وشكرا للفيدراليه الوطنيه للشبيبه التجمعيه على هذا البرنامج الرائع. نعم. وشكرا لاتاحه الفرصه. الواقع ديال التشغيل اليوم كيفاش كيبان لك انت؟ امورك مزيانه. انت الان كنشوفك واحد شابه اللي هي موجزه وممكن تكون مقبله ان شاء الله على الماستر، واش كيبان لك على ان فرص ديال الشغل يعني البيبان مفتوحين في وجهك؟ اللي كاين حاليا انه كاينه واحد النسبه ديال البطاله اللي هي جد مرتفعه خصوصا في الاونه الاخيره. مثلا مني كتمشي انك تدفع، يعني عندك اجازه في القانون، عندك اجازه في الاداب، كتمشي كتدفع السي في ديالك، كيقول لك اللي مطلوب هو لانفورماتيك الكترونيك. وبالنسبه للمشكل اللي مطروح هو ان الجامعات مني كتمشي ما كتلقى الفرنسيه الانجليزيه القانون، ما كتلقاش الالكترونيك المعلوميات. وخصوصا يعني اللي عنده بكالوريا في الاداب، ملي كتمشي للتكوين المهني كيقول لك ما عندكش الحق انك دير لانفورماتيك. داكو. وهذه وقعت مرارا، كنمشي اليوم تيقولوا لك راه عندك اجازه في بكالوريا اداب ما عندكش الحق دير. دونك الاشكال كاين في التوجيه الدراسي. التوجيه الدراسي باش الانسان ياخذ المسار اللي يمكن يشتغل فيه. شكرا لك الفضيله. تفضل الاخ الكريم كذلك انت في كلمه، شنو كيبان لك الواقع ديال التشغيل اليوم؟
السلام عليكم، معكم رضا مضى، طالب بجامعة الحقوق سالة. وقع التشغيل وقع ضبابي اليوم، كان يعني بحيث أن أصبحت البطالة كتشكل شبح أو هاجس بالنسبة لجميع الشباب المغربي، كذلك أن النسبة ديال الحاصلين على الشواهد يعانين من البطالة، والنسبة مرتفعة إلى 18%. بالنسبة لسوق الشغل، سوق الشغل يمكن لنا نقوله بأنه شبه منغلق، حيث التراش عليه جائحة كورونا. كنلاحظوا أن المقاولات والشريعات ما عندهمش واحد المناعة الكافية ضد الصدمات، بحيث نشوفوا مثلا تسريح الموظفين، موظفين يكونوا خدامين تتفاجئوا بأنهم تسرحوا. إذن الجائحة الكورونا أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الداخلي، بالرغم أن الطلب الداخلي ما انخفضش، إلا أن المناصب التشغيل انخفضت خصوصا بعد الجائحة. سيبون، شكرا لك، تبارك الله عليكم. إذن غنعاود نرجع مرة أخرى للضيوف ديالي. أهلا وسهلا، بعد ما استمعنا لهذه الشهادات واستمعنا الكلمة ديال الشباب، غادي نمروا مباشرة لكم باش يمكن لنا أننا نبسطوا النقاش أكثر، ويمكن لنا أننا ندوي بكل أريحية على هذا الموضوع اللي هو موضوع كبير وعملاق. كنهضروا على موضوع ديال التشغيل. لالا أمل، أهلا بك مرة أخرى. شكرا بك اللقاء، بحيث أننا غادي نعطيك هذا السؤال كما سمعتي من جمعة ديال الشباب، كما سمعتي الأرض اللي احنا قدمنا الآن. كيفاش كتشوفي هذا الواقع ديال التشغيل اليوم في المغرب؟ كيفاش كنشوف هذا الواقع ديال التشغيل في المغرب اليوم؟ اولا انا الا كنا كندويو على الشباب، خاصي تشوف هذيك النظره التفاؤليه شويه، لانهم القبيلات وحنا ملي كنسمعوا هاد الشهادات فيهم واحد السوداويه. حقيقه كاينين مشاكل، حقيقه بانه بانت هاد المشاكل اكثر مع الجائحه، ولكن كانوا في الجائحة محاسين لا خاصنا ما نساوهمش، بين بزاف العيب، بين بزاف الضعف فين كاين بالنسبة في القطاع ديال الشغل، وكيفاش يكونوا مناصب شغل، وبين كيفاش كيمكن لينا تكون واحد لغيونتاسيون، واحد توجيه اخر من كيفاش كنا احنا خدامين سنين هادي في هاد القطاع ولا في هاد المجال، وكيفاش كيمكن لينا نطوروا من الافكار ونطوروا من حتى كيفاش كيفيه هاد خلق فرص الشغل من خلال جائحه كورونا اللي بينات سورتو في الحجر الصحي، الانفورماتيك، الكترونيك، لا ليفريزون، الشركات اللي ولا كلشي كيخدم عن بعد، تذكر كاين هذيك الموجه الرقمنه اللي كنا سنين وحنايا يمكن ماشي ما ديناش فيها، حيت ما ولفناش وما كنا ماشي حتى عاجزين، ما عمرها كان طاحت لينا في بالنا، ما كناش مهيئين لواحد الازمه اللي هي سانيتير عالميه واللي هي ضربات البلاد ديالنا، وحنا كنا ما موجدينش ليها فحال كنا على بغي، ماشي راه حيت كلشي كيجي لعند الناس كلهم مي ماشي حنايا. داكشي علاش حتى البرنامج الحزب ملي جا، الحمد لله اللي جا من مور الجائحه، لانه بين لينا شحال من حاجه اخرى، فحال كان واحد قراءه ذاتيه شكون كنديروا قبل وشنو غنديروا من بعد. الشباب هنايا كل واحد كيفاش كيدوي لك، فحال دابا برنامج الانطلاقه، الاخ كيقول لك سورتو الاخ اللي كيقول لك ما درناش دورات تكوينيه، اولا ما كاينينش دورات تكوينيه اولاد. حنا كفيدراليه وطنيه اولا كشبيبه ديال التجمع درنا هذه الدورات التكوينيه ديال برنامج انطلاقه في جميع الجهات والاقاليم، اللي كان خاصو يكون بالنسبه لانه ماشي كلشي كيتاح ليه هذه الفرصه هذه، هي ملي حنا كان ملي كان الحجر الصحي وهذا كان كلشي جالس في دارو، على كلشي لا تيليفزيون وكلشي سوغ لي ريزو سوسيو، كان هاد لي فيديو الوغ كان الوزاره الوصيه اللي هي وزاره الاتصال ولا شي حاجه كانت هي خاصها تفسر للشباب شنو هي هذا البرنامج ديال الانطلاق. الاخ الاخر كيقول لك بانه كان عنده واحد الاشكال باش يلا يبدا الحياه ديالو المهنيه، الحياه المهنيه ديالو دائما غتكون صعيبه كسوا عنده او لا ما عندوش، وماشي لبدا البيستون ماشي باك صاحبي، ولكن دائما خاصنا نعرفوا بانه الابنك او الوكالات او الناس اللي كيخصهم واحد الضمانات. ملي كتكون جاي انت يا شاب صغير خاصني نوجهك وندير لك واحد التوجيه ونعطيك، ولكن انا بدوري انا راني وكاله او لا شي حاجه، خاطي خصني يكون ضمانات عندي باش يمكن ليا نساعدك. داكشي علاش برنامج ديال الاحرار كيشمل بزاف ديال هاد المجال. في هاد المجال انا غادي ندوي على المجال ديالي وعلى مدينتي اللي هي مراكش. مراكش كانت كتخدم بالسياحه،
الوغ القطاع السياحي في مراكش كله هو تضر يعني كل شيء اللي خصوصا في الفتره ديال جائحه كورونا، خصوصا في الفتره ديال لانه كانت واحد المدينه شبح في واحد الفتره، لانه السياحه هي الاساس وكل شيء اللي مرتبط بالسياحه وقف، لا الداخليه ولا الخارجيه كل شيء وقف. هي هنا فين ولاو لنا مشاكل ديال 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 التشغيل وديال البطاله، لانه الناس خرجوا، كان صندوق الضمان الاجتماعي كيصرف لهم واحد المونطون في الشهر، ولكن راه ماشي هو اللي كان داكشي غير كافي، داكشي اللي كان كيربح ما يمكنش يعيش به. داكشي علاش كان واحد الاقتراح، وحنايا كمجتمع مدني في مدينه مراكش ولا كمهتمين بهذا القطاع، كنقولوا بانه خاص واحد الرؤيه اخرى للمدن اللي كتخدم على السياحه، وخاصنا نشوفوا واحد المجال اخر، لانه هنا باقي تنقول المحاسن ديال الجائحه بانه ما يبقاش نديروا واحد لو سيكتور واحد ونبقاو ماشيين فيه، خاصنا ديما نديروا لوريونتاسيون ونصاوبوا الازمات كيفاش يمكن لينا ما نوقفوش ملي تجي واحد الازمه ما نوقفوش فيها. دائما وحتى في الخطاب الملكي كيقول لك بانه خاصنا بهذا الصيف بهذه الصيغه نبعدوا على لي ميتي كلاسيك، ميدسان، محامي، اركيتيكت، راه كاينين مهن اخرى. كاين اللي ما تيسعفوش لحد في التعليم يمشي للتكوين المهني، لانه هذه فرصه ثانيه بالنسبه للشباب باش يمكن لهم كيعطي فرص كبيره في التشغيل. وحتى ما كنبقاوش الا ما خرجش ميدسان راني ما خدامش، ولا ما خرجش محامي راني ما خدامش، فهمتيني؟ الوغ دوكو كاين هذاك ديك لوريونتاسيون وحده اخرى، وماشي عيب، وخاصنا حنا كاحزاب كفاعلين سياسيين وحتى كمجتمع مدني كاينه هذيك النهضه بالتكوين المهني، وما يبقاش عيب. ماشي عيب، راه هو فرصه للشباب اللي ما قدرش يكمل واحد المسار التعليمي اللي هو ممكن انهم ياخذوا مثلا هذا المسار التعليمي باش يمكن انهم ياخذوا تكوين في واحد المجال معين، يمكن بالتالي انهم يشتغلوا فيه. شكرا لاله امال، نرجعك مره اخرى سيدي حسان. انت من جهتك يعني من الراي ديالك شنو كيبان لك الواقع ديال التشغيل داخل يعني المنظومه اللي احنا كنعيشوا فيها الان، يعني في خلال هذه الفتره اللي احنا كنعيشوا فيها الان في المغرب، شنو كيبان لك يعني هاد النقطه هادي شنو كتبان لك انت من رايك من منظورك الخاص؟ شكرا سي نبيل. شكرا. انا من المنظور ديالي كاين نرجع شويه للوراء ونشوفوا القطاع ديالنا ديال التعليم، المنظومه التعليميه ديالنا اشنو ورثنا فيما يخص المبادرات الحره. كان واحد النقص مهول في هذه الماده هذه ديال اننا الشباب يعني نبداو نقريهم شويه في المناهج التعليميه ديالنا، نهضروا لهم شويه على المبادره الحره، على الشركه، على الاستثمار، على هادشي ما كاينش نهائيا. بدليل انه انا كنعقل فاش كنا في القسم ديك الساعه كان الاستاذ كيسولنا اشنو بغيتي تكون ولدي الا كبرتي، معلم، طبيب، مهندس، استاذ، هادشي دكتور، هادشي اللي كاين، ما كاينش يعني مقاول ولا نكون مستثمر ولا نكون فاعل اقتصادي، هادشي ما كانش في اللونغاج ديالنا. اظن هذا خلل كان في المنظومه التعليميه، هذا اولا. ثانيا بالنسبه للجامعه، الى وصلنا للجامعه يعني كتاخذ البكالوريا كتمشي للجامعه، ما كاينش واحد التوجيه في هذا لو سونس هذا ديال كما قلنا ديال الاقتصاد وخلق الثروه وخلق المبادرات وتشجيع على خلق المقاولات وهكذا. دونك هنا اشنو كاين؟ كنمشيو للتوجهات ديال مواد مثلا عندها لي لوريونطاسيون ديالها اوتوماتيكمون كيمشي للتوظيف العمومي. نعم. في القطاع العمومي بحال الاجتماعيات، التربيه الاسلاميه، الانجليزيه، الاسبانيه، الالمانيه، يعني اللغات، يعني بعض المواد اللي في الاخر يعني الخريج كيخرج كيتسنى كيمشي للشوماج كيتسنى يمتى يعيطوا ليه يخدم. دونك هنا كاين خلل اخر. الوغ كو كان علينا انه ديما ادابتيو سوق الشغل مع التكوين ديال الطلبه ديالنا في الجامعه. حاجه اخرى وهي بالنسبه لهادو ديجا اللي دايرين التكوين المهني في الجيل ديالنا حنا، انا كنعقل حيت انا مقاول كنعقل فاش خديت الدبلوم ديالي ما كانوش فرص كبار باش انه شي واحد يشد بيديك ويوجهك باش كيفاش غادي تولي مقاول. خصك يعني تدوز واحد التجربه مقاولاتيه في مقاوله معينه بعد الحصول على الدبلوم. نعم. طبعا بطبيعه الحال من بعد غادي ياخذ بيديك وغايقول لك اجي، راه كاين مصادر التمويل،
كاينين اليات ديال التمويل نوريهم لك باش يعني تاخذ المسار ديالك كمقاول. هذيك المقاوله ملي غادي تدار غادي يعني تنشا يعني تخلق مناصب الشغل وهكذا. اذا السياسات العموميه ما مشاتش جينيرالمون في هذا لو سونس هذا مشكل ديال. ولكن اليوم اظن انه كما هضروا الشباب كما قالت لاله امال على ديك السوداويه خصنا نحيدوها خصنا نرجعوا للواقع ونشوفوا شنو كاين. راه كاين المعطيات كاين ارقام كاين مؤسسات خدامه في هذا لو سونس هذا خصنا نبحثوا. ماشي غادي ناخذ ديبلوم ديالي ونبقى جالس نتسنى، لا خصني نبحث. ما حد خرجت انا من الجامعه والبحث العلمي وهذا، خرجت للميدان الشغل خصني نبحث. اولا خصني نمشي ندير التجربه ديالي، ماشي غادي نبقى جالس وكنتسنى نخدم. راه اللي غادي تخدم عنده اش كيتسناك؟ كيتسناك تعطيه تعطيه باش يخلصك. راه الا ما كتعطيهش الا ما كتكونش منتج راه ما يمكنش يخلصك. وبالتالي هذيك الانتظاريه سنين كيدوزوا، ماشي شهور، سنين كيدوزوا. كتلقى ديبلومي في ماده معينه كيبقى خمس سنين وهو كيتسنى، ما كيتحركش يمشي للتكوين المهنيه ولا يمشي يتعلم شي حرفه ولا شي حاجه. ونطوندو الا كان هو مثلا يعني ناوي انه يدخل القطاع العمومي، لانه هما كيعتبروه القطاع العمومي كيعتبروه واحد القطاع اللي هو مضمون وفيه السالير ما غاديش هذا، وفيه جميع الضمانات وفيه لا سي ان اس اس وفيه لا ميتويال وفيه بزاف ديال لافونتاج. ولكن الا مشى للميدان المقاوله غادي يكون ليه احسن في الحقيقه. هذا الشيء اللي عندي ما نقول في هذا لو سونس. شكرا لك استاذ الفاضل، نعاود لنا عوده معك لان مازال النقاش طويل، وغادي نعاود نتوجه مباشره للسي محمد شوكي باش انه يقول لنا الراي ديالو بخصوص هذه النقطه اللي هي مهمه جدا. كيفاش كتشوف الواقع ديال التشغيل اليوم في المغرب؟ شكرا على هذا السؤال. في الحقيقة ما يمكنناش نفصلوا الواقع ديال التشغيل في المغرب اليوم عن يعني السياق الاقتصادي والاجتماعي اللي كاين في المغرب واللي مرتبط أساسا اليوم بالتداعيات أزمة الصحة كورونا فيروس. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بحال اللي قال الأخ، كاين واحد عدم ملائمة يعني السياسات التعليميه المتراكمه عبر السنين مع سوق الشغل، واللي اعطات هاد الاخت الشابه تكلمت عليها ان الافق ديال الخريجي معاهد التكوين والجامعات تتكون الافاق ديالهم تتكون محدوده. النقطه الثالثه اللي لازم نتكلموا عليها ان القطاعات الاقتصاديه ولا السياسات الاقتصاديه اللي يعني اللي جات في يعني في العقود يعني المتتاليه ما عطاتش سياسات اقتصاديه تثمن المنتوج المغربي. نعطيكم بعض الامثله. الامثله هي ان في القطاع يعني اول منتوج مغربي هو الفوسفات، كنا تنبيعوا لاغوش اكثر، يعني كنا كنبيعوا الخام وما كناش نتمنوا هذا المنتوج. اذا هذه نقطه. بالنسبه للقطاع الفلاحي كذلك كنا تنبيعوا الزيتون ما تنتمنوش زيت الزيتون باش هذا. اذا كانت واحد يعني واحد السلسله من السياسات الاقتصاديه اللي غير متمنه للمنتوج المغربي، واللي ما قدراتش تمتص بذلك يعني العاطلين، العدد الكبير عن العاطلين الشغل. اذا هذا هو السياق. اذا كاين سياق اني اللي هو كورونا فيروس، وكاين سياق يعني تراكمي. على الرغم ان في هذه السنين الاخيره بدا واحد المجهود محترم في تثمين المنتوج المغربي، وفي هذا لازمنا يعني نحييو يعني الحصيله ديال الوزراء ديال التجمع الوطني للاحرار، اللي القطاعات اللي تحملوها هي كانت من القطاعات الرائده في يعني اعطاء دفعه قويه للاقتصاد المغربي، ومنها القطاع الفلاحي. السي بهجي يمكن يفصل في هذا الشيء اكثر مني، والقطاع الصناعي اللي حتى هو يعني بصراحه سياسه التسريع الصناعي عطات الاكل ديالها، وانتم كما تتعرفوا. اذا هذا هو السياق اللي يمكن نتحدث عليه ديال التشغيل. ربما الاخوان راه يعني ديجا هضروا على هذا الشيء. هذه هي الاضافه اللي يمكن نقولها على القطاع. شكرا لك سي محمد. غادي نمروا مباشره للسي بهجي جواد باش غادي يقول لنا هو الراي ديالو في هذا الموضوع بالذات. يعني من كنقولوا الواقع ديال التشغيل اليوم في المغرب، كيفاش كيبان لك استاذي هذا؟ شكرا سي نبيل، وشكرا للفيدراليه الوطنيه للشبيبه التجمعيه للاستضافه. شكرا.
فكيف كيف قالوا الإخوان، أول حاجة هو السياق، هو السياق ديال كورونا اللي في الحقيقة أنا كنقول بأنه يعني كان سياق اللي خلانا نجتهدوا، خلانا نقلبوا على حلول اللي يمكن ما كانش نفكروا فيها كاع. فكرنا نصنعوا، شفتوا القطاع الفلاحي كيفاش تأقلم مع الظرفية ووجد المنتوجات الغذائية في الوقت ديالها، كان شهر رمضان بأثمنة جد مناسبة قريبة للفلاح. وكذلك بهذه المناسبة بغيت نشكر الفلاح ونحيي الفلاح لينا في الحقيقة جاهد وتعب وتأقلم كذلك واستفد وتعلم في هذه الظرفية هذه. فأول حاجة اللي بغيت نقول هو أنه السياق ديال كورونا خلانا نقلب على حلول. فعلا السياق ديال كورونا كان عنده مشاكل وأثر على الاقتصاد، ولكن بغيت نعقب على واحد الجملة اللي قالها الشاب، قال السياق ديال كورونا زادنا من المعاناة. إشكالية الشباب ديما كانت، ولكن مع كورونا يعني كان واحد الإشكال زاد تعمق وبان المشكل ديال الشباب أنه فعلا هو مشكل استراتيجي وخصنا نفكروا فيه. إذن باش نهضر على مجموعة من الأمور اللي تذكروا عليها الإخوان، برنامج انطلاقة مثلا، والأخ اللي قال بأنه مشى للبنكة وقالوا له أرى التليفون فتنظن إلى شفنا النموذج اللي كاين في القطاع الفلاحي أن كاين واحد النموذج اللي كيدخل في إطار وضع حاضنات هذوك الشباب قبل ما يمشي للبنكة خصنا نوجدوه باش تكون عنده مواكبة مواكبة أولية. درنا واحد البرنامج على المستوى الوطني وتمكننا باش يعني نوجدوا حوالي 12,000 فكرة مشروع في العالم القروي في القطاع الفلاحي. كيفاش؟ كانوا ورشات أولا تأطيرية، لأن باش أي واحد عنده روح المقاولة، يعني شاب ممكن يقول لك أنا بغيت ندير واحد المقاولة، ولكن خصو ناس اللي يواكبوه، اللي خصهم يهضروا معاه يتذكروا معاه دراسة المشروع لا يعني الدراسة ديال الإنسان ديال الشاب في حد ذاته. وكاين مراحل أخرى، والمرحلة ديال كنهز الدوسي ديالي وكنديه للبنكة آخر مرحلة، يعني خصو يكون هو موجود على جميع المستويات، يعني الفكرة خصو يكون مقتنع بها، خصو تكون عنده مؤهلات فيما يخص القطاع اللي بغى يمشي له، خصو يكون عنده تكوين تقني مالي تنظيمي إلى غير ذلك، لأنه المقاولة راه يعني خصنا نوجدوا لها باش ما نوقعوش نفس الأخطاء اللي وقعنا فيهم، يعني في مبادرات وفي برامج اخرى، لان ما وجدناش هذوك الشباب جبناهم، يعني درنا معهم واحد 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 برامج ديال التكوين جد محدوده. خص اكثر من التكوين، خص المواكبه باش التكوين، ولكن التكوين غير واحد العنصر في وسط البرنامج ديال 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 المواكبه. كذلك واحد الجمله قالها واحد الاخ هي تيقو في الشباب، تنظن هذا نداء، وانا بغيت نشكر يعني هذه المبادره ديال هذا البرنامج اللي عطاتنا يعني هذه الفرصه لهاد الشباب باش يهضروا، تيقوا في الشباب، لان فعلا كاينه اشكاليه الشباب خصنا نسمعوا لهم، خص يكون الانصات. هي هذه المنهجيه ديال الحاضنات اللي كنا درناها، شنو هو الهدف؟ هو اول حاجه نسمعوا لهم، نجلسوا معاهم، يحاولوا يقنعونا ونقنعوهم، وخصهم هما يكونوا مقتنعين باش ملي ياخذوا المشروع. لان اصعب حاجه هو ديك المراحل الاولى، المرحلة الأولى والثانية والثالثة، حتى ملي كياخذ الإمكانيات المالية أصعب حاجة هو ياخذ الإمكانيات المالية، القرض ديالو ولا اللي عنده الإمكانيات الذاتية ديالو وتطلقوا، أصعب مرحلة لأنهم اللي كيكون مواكبة فعلية وديال المختصين باش أي واحد. كذلك روح المقاولة هضرت عليها وهضرت على النموذج اللي خدمنا عليه في إطار القطاع الفلاحي، لأنه كاين فعلا القطاع الفلاحي في إطار مخطط المغرب الأخضر والنتائج ديال مخطط المغرب الأخضر والنتائج الجيدة ديال مخطط المغرب الأخضر والاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر 2020-2030 بينات بأنه القطاع الفلاحي هو خزان للتشغيل، أنه باش يغيف السافلة ديال سلاسل في الأمون، ولكن حتى في لافال فيما يخص كيف قال السي شوكي، هو تثمين المنتوج المغربي خصو يتمن، ولكن يعني من غير يعني الاستثمار التقني ولا التنموي في القطاع، هناك مجموعه من الفرص اللي كتهم الخدمات في القطاع الفلاحي اللي تمكننا باش نخرجوا. انا نعطيكم واحد يعني مثال بسيط باش ما نطولش، هو مثلا خدينا سلسله، درنا واحد الدراسه على 20 سلسله ديال الانتاج. داكو. من ضمن سلاسل ديال الانتاج مثلا كاين سلسله ديال الانتاج الحيواني ليلفاج،
والإلباج فيه مجموعة من الحلقات اللي الفلاح بوحده ما عندوش ديك المهنية يديرو بوحده. الفلاح خصو يركز على ليطابل ديالو، على البهيم ديالو، شنو يوكلهم، يجيب لهم الفيتيرين باش يشوفهم، ولكن الأمور الأخرى هي مهن اللي خصنا نواكبوا الشباب باش يخلقوا شركات خدماتيه، مثلا النقل ديال 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 الحيوانات باش نديهم للسوق. يعني هذا راه عنده معايير دوليه ووطنيه الى غير ذلك. يعني كاين 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 مجموعه من المهن اللي ممكن اننا انا كنقول نخلقوها لنفوسنا، نفوتوا 450 الف منصب شغل اللي هي داخله في اطار البرنامج ديال الحزب. فمره اخرى المنهجيه الحزبيه منهجيه الخلف الشباب، لان هذا هو كل شيء. لا ما فهمناش هذا الشيء في هذه الظرفيه ديال كورونا، يعني راه غادي يفوتنا القطار، ما عمرنا نفهمه. كذلك روح المقاوله مهمه بزاف عند الشباب. الانصات والمواكبه واحد النقطه اشار لها الاخ هي ديال المنظومه التعليميه. دابا حنا ملي كنهضروا على 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 روح المقاوله، بعد شي خطره تنقولوا راه حنا درنا واحد البرنامج في الجامعه ولا في الليسي. روح المقاوله خصو يكون في الابتدائي. نعم. بداية كل ولد صغير خصو يكون عنده روح المقاوله. نعم. يعني ملي كنديروا لو بنش مارك انترناسيونال هاد لي بروغرام دو فورماسيون عند الناس باش حتى في الابتدائي عندهم في لاكريش، الناس الدري ملي كيكون صغير يعني كتحاول تنمي له هذاك روح المقاوله اي لوتونومي ديالو، يعني لانديبوندونس، باش ملي كياخذ داك الدبلوم. الاخوان قال لك انا عندي ان دبلوم، ملي كنمشي تيقولوا لي ما صالح لوالو. لان شنو كيس كان ديبلوم؟ سي نونسوم دو كومبيتونس. والمشغل ملي كتمشي عنده كيف قال الاخ غادي يخلصك. علاش غادي يخلصك؟ خصك تعطيه شي حاجه. دونك خص داك الدبلوم وداك الشاب اللي كيجي خصو يجيب شي حاجه. هذيك الحاجه راه ما يمكنلوش يجيبها غير بالدبلوم، شي حاجه من غير لو ديبلوم. فوالا سي بون سي بهاج جي، غادي نعاود نرجع عند السي حسن الان باش غادي يقول لي بالضبط حزب التجمع الوطني للاحرار جا وكيقول لنا غادي نعطيكم مليون فرصة شغل. واحد الرقم اللي هو كيخلع، رقم كبير. في نظرك أنت كيفاش يمكن يدير لها الحزب هذا؟ بكل بساطة. ببساطة. البرنامج أرقام. نعم. والحزب ما كيحطش أرقام غير عشوائيا ولا تقديريا. نعم. كيحط أرقام مدروسة. بمواقيتها، يعني في المدى القريب والمتوسط والبعيد. نعم. نقدر نعطيك مثال. مثال ديال واحد الجمعيه كاينه في سوس مسا، جهه سوس مسا سميتها جمعيه سوس مسا مبادره. داكور. هذه الجمعيه هذه نعطيك بعد الجواب عليها مليون منصب شغل. من بعد نهضر لك على هذه الجمعيه لانها مهمه باش تبارطاجا او نيفو ناسيونال، باش تكون واحد التجربه اللي غادي يعني ان شاء الله تعطي نتائج ايجابيه وبالتجريب، لانه مجربه هذه ما يزيد على 10 سنين في واحد الجهه معينه. وعطت نتائج مبهرة، نتائج جيدة جدا اللي إن شاء الله غادي نوصلوا للنتائج اللي قلنا. نعطيك مثال. دابا اليوم الجمعية هذه جمعية، هذه غير جمعية بسيطة. داكور. وصلت اليوم أنها تمول 950 مقاولة تقريبا. 950 مقاولة تقريبا اللي وصلت ليها. في الاول كانت لا كادونس باش مشات 10 المشاريع في العام، من بعد 20، من بعد 40، اليوم عندها الهدف ديال 200 مقاوله في العام. نعم. 200 مقاوله في العام. هذا الشيء ما كيجيش غير هكا، كيجي بلونجاجمون ديال المسؤولين الترابيين وعلى راسهم الجهه وغرفه التجاره والصناعه وشركاء اخرين غادي نذكرهم من بعد. الى هذه الجمعيه هذه خلقناها في كل اقليم، وحنا عندنا 75 اقليم. تصور معايا 200 مقاولة مضروبة في 75 إقليم، شحال تعطينا في نظرك؟ 15,000 مقاولة في العام. نعم. والهدف اللي سطروا البرنامج التنموي ديال الحزب فيه 25,000 مقاولة في العام. إذا إلا خدينا غير مثال ديال هذه الجمعية هذه وتبارتاجات أو نيفو ديال لي بروفانس ديال المغرب 75 إقليم، راه غير هي بوحدها 15,000 مقاولة. نعم. اذا كل شيء ممكن، هنا كل شيء ممكن. نعاود نرجع عندك، اذا الفكره راها واضحه. دونك غادي نمشيو على الجانب ديال المقاولات، يعني التشغيل ديال الطاقات والشباب على مستوى المقاوله الصغرى والمتوسطه، يمكن اننا نقدروا نحققوا هذا الرقم. لا امل، انت ما كيبان لكش ان هذا الرقم رقم اللي هو كبير وكيخلع؟
لا احنا في التجمع ما كيخلعنا والو. تبارك الله عليك شجاعة جميل. لا بصح ما كيخلعنا والو لانه في التجمع ملي كنحطوا واحد الارقام او اللي كنحطوا كتكون واحد الدراسة وخاص اللي وحتى الناس اللي متبعينا راه كيعرفوا احنا دائما كنحطوا واحد برنامج او لا واحد الرؤية حتى من مورا واحد لو سونداج حتى مع المواطنين وحتى ومعلاش نقول لك حنا كاينه الشجاعه لانه حنا اول وحدين حطوا البرنامج ديالهم الانتخابي 100 يوم قبل الانتخابات. نعم وهذه هذا الحزب الوحيد اللي دار مليون منصب شغل ملي كنقولوه هكذا كرا كيخلع نورمال غيخلع. نعم ولكن ملي كنجيو نجزئوه على القطاعات فحال القطاع الفلاحي القطاع الصناعي صناعه المقاولات وخاصه نعرفوا وخاصنا نشيدوا حتى كيف ما قال الاخ شوكي بالوزراء ديالنا القطاع ديال الفلاحه والقطاع ديال الصناعه هما اللي ما تضرروش بالنسبه لبناصب الشغل من البطاله وحافظوا على النسب زعما الشغيله ديالهم ب 90% وهذا مهم. علاش هذا الشيء؟ لان جوج قطاعات راه حنا كنسيروهم يعني في هذه الولايه اللي دازت وهاد جوج قطاعات حنا كنسيروهم داكشي علاش هادو كنسيروهم. نعم. والولايه اللي دازت ومن غير هاد الشيء صافي كوقفوا قدام الازمه يعني علاش خدامين كاين مضبوط كاين واحد كاينه خدمه مضبوطه كاينه خدمه مدروسه داكشي علاش ملي كنقولوا مليون منصب شغل ما كتخلعش. نعم. ملي كنقولوا مليون منصب شغل كنقولوا صنع بالمغرب. نعم وغتصنع في المغرب كنقولوا صنع بالمغرب لانه يفو غيدويغ الواردات ديالنا ب 30% وكندخلوهم من هاد 30% شنو كتربحنا؟ كتربحنا مناصب شغل هنا بيان سور لانه كلشي غيولي تخدم عندك في المغرب وهذا الشيء بيناه حنايا حتى في الازمه كسوا مع وزاره الصناعه او لا وزاره الفلاحه. خليكم بهذه الشجاعه هذه ومازال ان شاء الله الرحمن الرحيم غنشوفوا بزاف ديال الحويجات في المستقبل القريب ان شاء الله. سي بحاجي انت شنو تقدر تقول لي مثلا بهذا مليون منصب شغل وتهضر لي على الجانب الفلاحي علما انهم بالقطاعات الجميله اللي ولا واحد البيبي دابا حنا كبرناه الحمد لله برعايه ديال الرئيس ديال حزب التجمع الوطني للاحرار ولا كيبان لنا انه كيكبر يوم عن يوم بمخطط المغرب الاخضر بزاف ديال الحويجات وحدين اخرين. شنو كيبان لك بالضبط في هذا القطاع؟ حنا في الفلاحه ما كنتخلعوش حنا كنخلعوا وي الفلاح المغربي ولا يعني واحد الفاعل اقتصادي بامتياز ولا كيخلع. نعم ان هذا الرقم هذا باش نمشي للقطاع الفلاحي اللي الهدف ديالنا المساهمه للقطاع الفلاحي هو 350 الف منصب شغل. انا نعطيك ارقام يعني بكل بساطة وبكل تواضع. عندنا 20 سلسله ديال الانتاج، عندنا واحد الهدف من اجل خلق حوالي 30 ألف نوصلوا ل 30 ألف تعاونية مقاولاتية وشركات خدماتية اللي يعني كان واحد اتفاق مرة أخرى بين السيدة الوزيرة والسيد الوزير اللي هما بتجمع الوطني للأحرار في مجموعة ديال سلاسل ديال الإنتاج. أنا لا خديت غير هاد التعاونية المقاولاتية والخدماتية اللي هي برامج ملموسة خدمنا عليها وعندنا واحد الرؤية كاين مجموعة ديال سلاسل ديال الإنتاج اللي فيها ما هضرت على النقل فيها مثلا تنقيه ديال الأعشاش فيما يخص سلسلة ديال التمر إلى غير ذلك. يعني مجموعة من المهن اللي إما ما كانتش باينة ولا ما كانتش مأطرة وما كانتش منظمة. اليوم في إطار الدينامية اللي كعرفها القطاع الفلاحي تنظمات وتأطرات وبانت حتى العموم والشباب أنه ممكن يستثمر فيها وممكن يدير الفلوس لأنه فهمت كونت شنو هو الهدف؟ هو تكون لا ريشاس هو الناس تخدم هو تدخل الفلوس هذا هو الهدف. فلا خدينا 30 ألف تعاونيه ونقولوا العدد ديال كل تعاوني شحال هذيك. انا كنهضر التعاونيات مقاولاتيه يعني دينا فيها الديناميه وفيها العمل وفيها يعني واحد اون كانزان دو 15 مينيموم. اه وي اي اوني موديست. اه دكتور دونك 30 15 غادي نوصلوا لواحد 300 و 300 لا بحال غير هذا البرنامج هذا. الوغ الا مشيت لك عاوتاني للاستثمارات اللي كتهم سلاسل ديال الانتاج في اطار صندوق التنميه الفلاحيه اللي اكثر من 4 ديال المليار ديال الدرهم اللي كتمشي للثقيل الموضعي واللي كيخدم مجموعه ديال الشركات اللي هي كتخدم في اطار يعني تهيئه وتجهيز هذوك الضيعات كذلك فيما يخص الغرس والسقي ديال 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 البرامج اللي كتدخل في اطار الفلاحه التضامنيه. فتنظن بانه يعني القطاع الفلاحي خلقنا واحد الديناميه الحمد لله. انا جد متفائل اننا يمكننا نزيدوا نخلعوا
ارقام اخرى ان شاء الله. انا مره اخرى السيد الرئيس والهدف ديال 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 الحزب هو انه يتواضع. احنا راه متواضعين ما كنخلعوا شيء، وهذه المين ان شاء الله ملي يبدا انجاز ديال هذه البرامج هذو في اطار الاستراتيجيه الجديده الجيل الاخضر 2020 2030، اللي هذه يكونوا فيها الشباب كفاعل محوري واساسي واستراتيجي من اجل ايجاد الخلف في القطاع الفلاحي. ان شاء الله الرحمن الرحيم. سي شوقي، انت شنو تقدر تقول لنا بالضبط على هذا المليون من صيب شغل ولا ستركتور اللي يمكن مثلا تنهجها الحزب باش نقدروا اننا نوصلوا هذا الرقم بسهوله؟ واخا نفصلوا فيه بعد اول تفصل كما بغيت سي شوقي. المليون هي 350 الف منصب شغل في القطاع الفلاحي. سي جواد راه تكلم عليه، لا داعي انني نزيد هذا، ربما نقول شي كلمه في وسط المداخله على الفلاحه. ولكن دونك 350 الف قطاع الفلاحي، 400 الف من خلال تسريع وتنزيل امثل للسياسات القطاعيه سواء في الصناعه سواء في الخدمات الى اخره، و 250 الف منصب شغل في الاوراش الكبرى سواء محليه واقليميه وجهويه. هذا ال 250 الف منصب شغل اللي هي تكون الدافعه الاولى في السنتين الاوليين ان شاء الله الا كنا تنقودوا الحكومه، هي يعني واحد الحاجه اللي غادي نقودوا الحكومه ان شاء الله ان شاء الله. اذا هذه ال 250 الف هي واحد الخدمات اللي غادي توجه، يعني الاخت امل تكلمات على قطاع السياحي، فقط صيانة المآتير. يعني صيانة المآتير هي واحد الشيء اللي كان مهمل، ولكن يمكن يخلق مناصب الشغل بسرعة في ورشات تكون محلية وإقليمية. السؤال اللي أكبر من هذا واللي مهم نقوله اليوم للمغاربة هو كيفاش غادي نخلصوا هادشي؟ باش بإنا فلوس. الله يخليك، نفصل في هذه النقطة هذه. في العشرية الأولى بحكم جلالة الملك كنا تنخلقوا 32 ألف منصب شغل بالنسبة لكل 1% ديال الناتج الخام. في العشرية الثانية ولينا تنخلقوا 16 ألف منصب شغل بالنسبة لكل 1% من الناتج الخام. ما معناه؟ معناه أن الاقتصاد الوطني ما بقاش تيخلص خلق فرص الشغل. ولكن نذكروا البدايه ديال الحكم جلاله الملك، راه كانت واحد سياسه الاوراش الكبيره من طونجي ميد لي زوتوغوت ايتترا. اذا اون غي انفونت با لا رو. هذه يعني الورشات معروفه انها تدفع بخلق فرص الشغل. نجيو دابا كيفاش؟ حنا تقريبا الناتج الوطني الخام هو 100 مليار ديال الدولار، ياك؟ الا بغينا نخلقوا، تنقولوا حنا في التجمع الوطني الاحرار، بين هذيك 16000 و32000 واحد 25000 منصب شغل. هذيك ال 250000 منصب شغل هي نقولوا 10% مجهود استثماري ديال 10% من الناتج الوطني الخام، اللي الا درنا يعني عمليه تحويل سعر الصرف هي واحد استثمار ديال 85 مليار ديال الدرهم على مدى سنتين. واش عندنا هاد الفلوس؟ عندنا هاد الفلوس. السياسات اللي خصنا نعرفوا ان ازمه كورونا فيروس يعني زولات جميع السياسات الكلاسيكيه ديال التوازنات الاقتصاديه. حنا تنشوفوا، وكان الاخ عزيز خنوش في واحد لا كرونيك ديالو كتب في عز ازمه كورونا ان خصنا واحد السياسه جريئه، سياسه نقديه مولينه باش وبعض الاطياف الاخرى السياسيه الاخرى تخلعات وقالت ان هذا الشيء تيزيد من المديونيه الى اخره. اليوم عندنا الفرصه اننا يعني نزعموا بسياسه جريئه واللي يمكن نخرجوا من هذه المديونيه، لان ما بقاتش سياسه واحده ولا ايديولوجيه واحده، الفو ان ميلونج، يعني واحد الخليط من السياسات العموميه ومن الايديولوجيات الاقتصاديه باش نخرجوا من هذه الازمه. اذا حنا كتجمع الوطني الاحرار عارفين القطاعات كلها كل منصب هذا وكيفاش غادي نقدروا نجبدوا من الماليه العموميه هذاك الاستثمار الواجب باش نوصلوا لهذا الشيء. الا سمحتي لي نقطه اخرى. واضح بقى لنا جوج ديال الدقائق بسرعه بعجاله الا كان ممكن. بغينا ناخذوا الضمانات يعني اللي يمكن يعطينا الحزب باش نقدروا اننا ننزلوا هذا الرقم هذا بواحد الوتيره اللي تكون سريعه وفي اقرب الاجل، يعني في اقرب وقت لا امان، في واحد 30 ثانيه ولا 40. احنا الضمانات ديالنا راه عطيناهم هذه 50 د الخدمه، واخا
لأنه بين والمواطن المغربي راه شافها وشافها، لأنه فهاد 50 راه كانت فيها عام ونص ديال أزمة كوفيد اللي بينات شنو هما القطاعات اللي حافظوا على الناس ديالهم واللي حافظوا على الشغيلة ديالهم واللي حافظوا حتى على المردودية وحتى على الاشتغال الوزراء ديالهم. القطاعات اللي كنقودوها القطاعات اللي كيقودها التجمع الوطني الأحرار هذا بوحده كضمان، لأنه ملي كنشوفوا لقب الكورونا هذه الولاية اللي سابقة أولا دابا احنا راه دائما كنا في المستوى المطلوب وفي الصدارة، وهذه بشهادة الجميع ماشي غير حنايا اللي كنديروا ماشي اشهار وماشي غدره هضره غير هكاك، هادشي باين بالارقام وبالنتائج اللي عطينا. الحمد لله وفخر الانتماء. سي حسن، الضمانات كما قالت الاخت امل تقتصر على الكفاءات. نعم. اذا كانوا الكفاءات وكانوا كما كنقولوا الرجل المناسب في المكان المناسب. نعم. راه غادي نوصلوا للهدف ديالنا ونحققوه ونزيدوا للقدام. والدليل على ذلك انه كما قالوا الاخوان القطاعات التي يشرف عليها الحزب أعطت نتيجة في محلها مقارنة مع بعض القطاعات، وهذا الشيء اللي كاين. نتمنى خير إن شاء الله. سي شوكي، أولا الضمانات هي أن الحزب بغض النظر عن الكفاءات اللي عنده أولا فهم ودار تشخيص صحيح لواقع الاقتصاد المغربي. نعم. إذن وعنده الآليات باش يمكن يواجه هذا الشيء، وأنا جد متفائل أن هذا مليون منصب اللي تيخلعنا اليوم نقدروا نتجاوزوه الى كانت الظروف مساعده في من السياسات العموميه ولا من السياسه النقديه باش نمشيو بسرعه. نتجاوزوا المليون كاع، نقدروا نتجاوزوا المليون في هذا، لان كوبا احنا نشوفوا غير الاهداف اللي كانت عندنا في القطاع السيارات فين وصلت اليوم اللي تجاوزتها بسرعه. اليوم يعني الى رجعنا واحد 10 سنوات ولا 15 سنه للوراء حتى واحد ما كان يتصور ان يعني المداخل العمله الصعبه منها التصنيع هذا ديال السيارات والايكو سيستم اللي تخلق حوله انه يكون يتصور انه يكون بهذه المبالغ. صحيح. اذا حنا الضمانات هي الكفاءه ديال الاطر ديالنا. ثانيا يعني الفهم ديال الواقع ديال الاقتصاد المغربي والأجراء يعني والتاريخ ديال كل واحد اللي كانوا في مناصب والحصيله ديال الوزراء ديالنا. شكرا لك سي شوكي. سي بحجي، شكرا لك الضمانات اللي يمكن اننا ان شاء الله الرحمن الرحيم تنظن تسهل لنا العمل. الاخوان ذكروا بما فيه الكفايه، انا غير غادي نعيد يعني ما قيل. اول حاجه هي فعلا النتائج ديال الوزراء ديال التجمع الوطني للاحرار، نشوفوا شنو هو البيلون شنو داروا. تنظن بانها ما يمكنش الحصيله، ما يمكنش شي واحد اللي يمشي للقطاع الفلاحي ويشوف دوك النتائج ولا القطاع الصناعي في واحد الظرفيه اللي صعيبه اللي شفنا الدول كيفاش كانت كتعيش. نعم. والحمد لله، وكذلك ما نساوش البصيره والتوجيهات ديال سيدنا اللي عطاتنا نتائج جد جد مهمه. انا كنراهن على الشباب، تنظن بانه الشباب الى راهنا على الشباب غادي ننجحوا، وكنظن هادو هما الضمانه. واحد الاخ قال لك تيقوا في الشباب، الى ثقنا في الشباب تنظن هذا اكبر ضمانه. كيف تنقولوا ضمن الله، مره اخرى كاين وجوه جديده اللي الحزب غادي يتقدم بها، كفاءه مصداقيه، ونتمنى انها تكون نهضه ديال الشباب. ولا كانت نهضه ديال الشباب غادي ننجحوا، وهذيك هي الضمانه لكم. شكرا جزيلا سي بحاج، شكرا سي شوكيش، وشكرا لك جزيلا سي حسن، وكذلك الاخت الفاضله امال. شكرا. امالنا تنعقد ان شاء الله في حزب التجمع الوطني للاحرار، وكذلك الاستحقاقات السياسيه اللي عندنا فيها واحد الانتظارات كبيره ان شاء الله، ومعلقه على حزب التجمع الوطني للاحرار باش اننا نقود الحكومه باذن الله. اش بغيت؟ غير الشباب كيقول لك ثقوا في الشباب، انا غنبغي نقول بانه حتى الشباب خاصو يثق في المسيرين ديالو وفي المؤسسات ديالو في الدوله ديالو باش تكون هذيك الثقه متبادله، لانه الا ما كانش هذيك الثقه متبادله راه ما يمكنناش نوصلوا مجموعين. حنا كلنا نوصلوا كيف ما الثقه في الشباب، حتى هاد الشباب يثقوا في المسؤولين ديالهم. سي حسن، عندي واحد الاضافه بسيطه جدا. كما قال سي شوكي وقت البرنامج سالا، سي شوكي قال واحد الكلمه زياده على الكفاءه اللي قلت. قال خصنا نفهموا، انا عندي هاد الجمعيه مازال نهضر عليها واحد ساعتين ثلاث سوايع، لما انا ما غنساليش كاين ارقام. هاد الجمعيه هذه تاسست في العهد ديال السي عزيز الاخنوش فاش كان رئيس الجهه ديال سوسمسا، يعني فاهم. والاستمراريه ديالها تمت عن طريق الرئيس الحالي بمعيه المكتب ديالو. نقول لك واحد الرقم، الرئيس الجهه اليوم
الجمعيه ديالنا ساندها ب 10 مليون درهم مليار من اجل هاد الشباب يديروا الثقه فرصهم باش يزيدوا. زدنا مؤخرا مليار اخرى في ظل هذه الجائحه هذه باش يوقف امام هاد المشاكل اللي كيتعرضوا لها يعني المقاوله الشبابيه اللي عندها يعني المشاكل اللي عندهم علاقه بكورونا. راه كاين واحد الدعم خاص لهادو وكاين واحد الدعم اخر فيه مليار حتى هو داخل فيه وزاره الاسره والتضامن مع الجهه 400 مليون درهم، الوزاره ب 6 مليون درهم مع الجمعيه ديالنا باش يواكبوا يمولوا دوك النساء معيلات لعائلات في وضعيه صعبه باش حتى هما ينشئوا المقاولات ديالهم بحال الخياطه بحال النقافه بحال دير المخبزه ديالها المحلبه ديالها يعني المهن الحره الصغيره. سي بون سي حسان شكرا لك، شكرا. دير لنا انت شي اضافه من داروا اضافه يلا باش نكملوا ونكونوا عادلين نكونوا عادلين واش غادي دير؟ يلا السي شوقي خصنا نثيقوا في حزب التجمع الوطني للاحرار. احنا الكفاءات ديالنا جايه باش تخدم البلاد ان شاء الله. هاد الارقام يعني اللي قلنا راه هي نتيجه واحد العمل ميداني، واحد التشخيص يعني دام مده طويله عبر التواصل المباشر، عبر الزيارات الميدانيه، عبر يعني نزول القيادات الى الجهات، عبر يعني اليوم الى بغينا نزيدو نفصلو مشينا لصلب الموضوع. القطاع الفلاحي مثلا بغينا له الاستدامه الاجيال القادمه، ان الولد الفلاح يبقى فلاح، ان البعد الاجتماعي في القطاع الفلاحي تتمين اليوم يعني الشركات المغربيه خصها تشجع الانترناسيونال. يعني احنا بغينا الماركات المغربيه تولي تغزيل اسواق في العالم، وهذا الشيء يعني تضافر يعني الكلمه اللي قلتها في الاول تتمين ديال المنتوج المغربي لو ميد ان موروكو الا قدرنا نوصلوا له راه غيكون واحد الفرصه كبيره لادماج الشباب، وحنا متفائلين وبغينا الشباب يبقى متفائل. ان شاء الله سي شوقي شكرا. سي عجاله انا غادي نرجع للشباب عاوتاني، سير مع الشباب. الرهان هو الشباب ولكن واحد الاضافه كنت بغيت نقولها ولكن غادي نقولها، ولكن كنطلب من الطرف الاخر انه ذاك المقاومه الشباب وعدم الثقه ديال الشباب خصنا نحيدوها شي شويه ونثقوا فيهم يطيحوا وينوضوا يتعلموا ماشي مشكل. الرهان هو الشباب والخلف هو الشباب. شكرا. بون تلمير نون تلمير نيرغان شيغاني كل قدود نقدي دي حاضرنا الساجج البلاطو لكم الكلمه تلمير تاين بقيون اي خثار نقدي دي حاضرنا تلمير في كل ونخي تفور نضغي سواجج المزير طلاب الرانس قورا ونون لكم الكلمه. الى هنا ناتي على نهايه هذه الحلقه، دمتم في رعايه الله ونضرب لكم موعد ان شاء الله في العدد القادم بحول الله. الى اللقاء، كون عون ربي.